حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا، متابعينا الكرام، عشاق الأصالة، عشاق الرياضة، نحييكم بأجمل تحية وهي تحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، من أرضية موقع ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة في المرموم، وبالذات من ميدان سيف العرب أحد فروعه، في هذا الصباح الجميل لنتابع معاكم هذه الانطلاقات في صباح هذا اليوم، وهو يوم السبت بتاريخ 11 من شهر 2 2015 يجمعنا، أو 2017 عفوا، يجمعنا بكم اللقاء على أرضية هذا الميدان لنتواصل مع أشواط الإذاعة، أشواط الإبداع والإمتاع لمسافة 5 كيلومترات. انطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته أول الأشواط، وهو الشوط الخاص بالإبكار الإذاعة المحليات في أشواط أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، الذي تنطلق حاملة كذلك تحديات الناموس. نبحر مباشرة في عمق الميدان، وهذه هملولة، هاملولة الصغير بن حمد بن الصغير المحرمي، تقود الإبكار الإذاع وتتقدمهن، بينما تليها في المركز الثاني سراب لعبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيلي، تأتي في المركز الثاني، بينما شوف المركز الثالث اللي تغطى رغمها، وأيضا منافسة مع سرابة بن زاهر الخيلي، ساير شوي علي بنشوف، عموما بناخذ الرابع بنرجع له بعد ذلك. المركز الرابع هذه معاني الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري، تتقدم مع المركز الرابع في هذه اللحظات. خامس المراكز تواجدت وتقدمت شفا، تعود ملكيتها لسالم بن سعيد بن حضيرم الكتبي، يتقدم مع المركز الخامس بسعيد متواجد في هذه الانطلاقات، بينما المركز السادس تواجدت في المركز السادس الصريدية، تعود ملكيتها لعبد الله بن خالد بن هديب البلوشي، تتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز السادس، سادس المراكز أو المركز السابع، هذه السابعة، السابعة تواجدت أيضا هنا الصريدية مشاهدي العزاء، ولا هناك الضبية لسالم بن حمد بن شميل الراشدي، والصريدية اللي تقدمت في هذه اللحظات هذه هي رقم 10 اللي هي عبد الله بن خالد بن هديب البلوشي، وهناك أيضا المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي هي الضبي، يضمرها سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي، والمركز التاسع تقدمت ووصلت فيه مزنة لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري في تضميرها، والعاشرة هذه الجزيرة تعود ملكيتها العبد الله بن سالم بن ذعلوب الدرعي. هذه النتيجة مشاهدينا العزاء، هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط في أول الأشواط الصباحية في شوط الضباب وشوط البودرة، الذي يحمل الإذاع، يحمل الإبداع في تحدياته في أول الأشواط الإبكار المحليات، من ثم العودة بعد أن أكملنا النداء للعشرة المراكز مرة ثانية للمراكز الأولى، وهذه معاني، هذه معاني على مقدمة الشوط وتسيطر وتقود هذا الشوط بمساره، وهلال بن سعيد بن هلال الظاهري تتقدم على المركز الأول، بينما تليها هملولة في المركز الثاني، صغير بن محمد بن صغير المحرمي تاتي في المركز الثاني، الثنتين ما شاء الله ما بينهن تنافس واندفعتهن جميلة ورائعة مع بزوغ شمسي هذا الصباح. المركز الثالث هذه الضبية لسالم بن حمد بن شميل الراشدي، يلا يا الراشدي، هالي مغافة في العين، متابعين يرغبون في السلامات، حرك وركز في هذا المسار. المركز الرابع تحركت الصريدية لعبد الله بن خالد بن هديب البلوشي، يتقدم كذلك على أرضية هذا الميدان على رابع المراكز،
والمركز الخامس أشوف التواصل والتقدم من قبل مزنة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري اللي يقود تضميرها مع شعار معالي الشيخ محمد بن بطي ويقود هذا المسار. هناك تتواجد اللي هي الجزيرة العبد الله بن سالم بن ذعلوب الدرعي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل، الاندفاع الشيق على أرضية هذا الميدان. يا سلام، نسير نسير مع المراكز الأولى مع التحديات الأولى في هذا المسار. عودة عودة إلى المراكز الأولى. أول الأشواط، أول الأشواط، الشوط الأول شوط الضباب. يوم 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 ما عندك سبوق ما تياب، تأخذ الأول من الأول غصب، ما تمرح غير في شوط الضباب. يوم بعد الخط الأبيض مخترب، تنحسب تنعد من خير الركاب. أصلها معروف كله والنسب، لي منوخ أمها حاسب حساب، كان فيها الظن من قبل الأدب. يا سلام يا سلام، معاني على مقدمة الشوط في الكيلو المتر الأخير. معاني وهلال بن سعيد الظاهري يقدم معاني على مقدمة الشوط بدون أي توامر، واليها في الابطان وعرضها تلقائي. ولكن أشوف بن شميل بن شميل بن شميل الضبية سالم بن حمد بن شميل الراشدي بدأ يتحرك، بدأ يتحرك، بدأ يقدم ضغط كبير على على معاني، على معاني. والمركز الثالث اللي يتختل ويتابعهم ويترصد الصريدية، الصريدية لعبد الله بن خالد البلوشي يتقدم في هذه اللحظات مع الصريدية ويتحرك. ولكن هناك التحديات وهناك الانطلاقات، بدأت الثلاثية، شوف الثلاثية الجميلة مع المراكز الأولى مع الأمتار الأخيرة والأربعمية متر الأخيرة. غيرتهم الجزيرة، بدلتهم عبد الله بن سالم ثعلوب الدرعي، انطلقت على المركز الأول الدرعي وبن شميل بن ثعلوب بن شميل مع هذه الانطلاقات ومع الضبية ومع كذلك الجزيرة، الجزيرة والضبية. يا سلام يا سلام يا سلام، لحظات إصدار الأوامر. يا سلام، راح بن شميل، راح الراشدي سلم، سلم على أهل مغافة، سلم على أهالي مغافة في العين دار الزين. تهانينا سالم بن حمد بن شميل، صباح الخير، أشكرك يا بن شميل. بينما المركز الثاني الصريدي عبد الله بن خالد البلوشي، والمركز الثالث، المركز الثالث اللي هي تقريبا لمعالي الشيخ محمد بن بطي عموما، والرابع والخامس عند اللجنة. نعود بالتوقيت الزمني في 7 دقائق و50 ثانية. قطعت المسافة الضبية لبن شميل، قطعت المسافة في هذه الفترة وقدمت أداء جميل ورائع في هذا الصباح. تهانينا، يستاهل سالم بن حمد بن شميل الراشدي.